متابعي طنجة 24 سلام الله عليكم. ملي كيقرب العيد الأضحى كاين بزاف ديال الأسر والعائلات كيبغيو أولا كيفضلوا أنهم يعيدوا ببقر ولا بالعجولة. لهذا حنا في كوري ديال الجباري غنعملوا واحد الجولة فيه باش نعرفوكم على الأثمنة ديال البقر وديال العجولة اللي بغى يعيد بهم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خي محمد شحال الثمن ديال البركة؟ مليون ونص أخي العزيز. تبارك الله. مليون شحال تقريبا العجولة الأثمنة العجولة اللي عندكم هنا ابتداء من شحال؟ عندنا من مليون و 600 مليون و 700 عندنا اللي كبر شوية رومي جم ملايين. أغلى أغلى ثمن ديال البقر عندكم؟ جم ملايين عندنا. جم ملايين. جم ملايين. تبارك الله. ولكن كنشوفوا الخير. الخير. كاين البلدي مليون و 400 ومليون. خي محمد نشوفوا هذا شحال؟ هذا؟ مليون و 200 هذا. دور عندي هيدا صافي خليك هيدا. مليون و 400 شحال الثمن هذا تبارك الله؟ مليون و 400 كيف ما كتشوفوا هذا الثمن ديالو مليون و 400 تبارك الله. بالنسبه للعيد كيجيو الناس يديو بقر كيدوب بركه كلشي مرسوم عندنا بقر تقريبا بينهم كامل تقريبا هادشي هنا كامل تبع تقريبا باقي الناس يبركه يعني كاينين الناس كيعايدوا بالبقر ياه تبارك الله واخا مع بعضيتهم كيشاركوا مع بعضيتهم ثلاثه اربعه الناس كيديو بقره اربعه الاخوان كيقسموا مع بعضيتهم كيقدروا الامور كيتعاونوا مع بعضيتهم. تبارك الله. تورينا البقره اللي اغلى بقره كاينه هنا. اغلى بقره. تبارك الله. هذه تبارك الله اكبر 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 بقره كاينه هنا. اكبر فحال. فحال هذا. فحال. تبارك الله. شحال الثمن ديالها؟ جم ملايين. جم ملايين. جم ملايين. تبارك الله. مليح. هذا تباع ولا باقي؟ لا تباع. حتى هذا تباع تبارك الله. هذا تباع. هذا تباع. واش يعيدوا به ولا يعيدوا به ان شاء الله تبارك ربي في العمار كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي هذا اللهم بارك هذا الثمن ديالو جم ملايين تبارك الله اللهم بارك هذا الثمن شحال اخي محمد هذا الثمن مليون و700 مليون و700 تبارك الله هذا رومي بال رومي 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 تبارك الله ولكن هادشي الخير اخي محمد. الخير الخير مليح تبارك الله تبارك الله بالنسبه للناس حتى البقر الا بغى يشريو بقر كيخليوهم هنايا كيخليوهم عندنا حتى العيد نهار العيد كيجون عندنا يعني حتى هما هنا حتى بقر يعني ما كيخلصوا لا علف لا والو لا علف لا والو حنا كنوكلو كنشربوه حتى نهار العيد عاد كيجي يعني نهار العيد اجي الضحيه ديالو تبارك الله تبارك كنبقى مكلفين بهم حنا مكلفين تبارك الله حنا مكلفين بهم واخا كيشرو من عندنا حنا كنبقاو مكلفين نهار العيد تبارك الله كنعطيهم الماكله ديالهم كنعطيو لهم العيشر ديالهم يعني كتهتموا بهم كنهتموا بهم العيد يعني الا شي واحد مثلا شرى شي بقره ياك كتبقى عندنا ووقع له مثلا شي مشكل او شي حاجه كنتفكوا معاه ماشي مشكل عاود كنعطيوها شي حاجه اخرى عاود يعني الحل خير موجود كاين الحل تبارك الله هذا شحال الثمن اخي محمد مليون ونص مليون مليون ونص تبارك الله يعني كتنقصوا شي بركه ولا مليون ونص ثمن مزيون ياك ولا قول لي الا كان شي واحد هذا يستاهل ضروري الا كان يستاهل ضروري نقصوا له شي بركه تبارك الله ولكن قول لي اغلبيه البقر هنايا تباعوا كلشي كنشوف عندهم ديك الحلقه حمراء كلشي تباع اللي حمراء كامله تباعت اخي محمد شي واحد جا دابا انا جيت بغيت ندي هاد البقره هذه وبغيت نخليها كيفاش الطريقه كتعمل؟ كنجيو عندنا كنعملوا لها الفته ديالها حمراء حلقه حمراء انا السميه ديالك التليفون ديالك الثمن يعني فاكتوره كتعملوا فاكتوره بحال لاكارت بحال لاكارت يعني نهار العيد كتجي كتعطي المعلومات ديالك كلشي اللي عطيتينا عندنا واللي باقي كنسالوك راه هو تما تبارك الله يعني البقره ولا العجل ولا كيف ما كيشوفوا كيف ما كتشوفوا نهار العيد كترجع مورا كتجبروا باقي هو هو ولا زايد العارف كيكون زيان ما يقدرش يعرفه كيتبدل كيتبدل واخا هذاك ما كيتزاد حتى شي لا ما يزيد والو الله يرحم الوالدين كافية كافية أصغر أصغر بقرة ولا عجل عندك هنايا؟ أصغر بقرة عندنا العجل مليون و 200 كاينة هنايا توري لي كاينة نشوفوا كيف ما كتشوفوا معنا أصغر عجل كاين هو هذا تبارك الله اللهم بارك خي محمد شحال الثمن هذا؟ مليون و 200 مليون و 200 نعم ولكن تبارك هذا باقي ما نبيعوش هذا باقي يا أخي ملي كيكون بيع كنعملوا ستة هنايا يعني دابا كتكون صفرة هذيك ديال الدولة هذه ديال يعني مدوز الطبيب مدوز الطبيب مدوز كلشي تبارك الله يعني حنا البقر اللي كاينين كاملين هنا كاينين مدوزين الطبيب كلشي مدوز الطبيب يعني الا شفنا ديالو صفرة الا زادت حمراء كيتسمى بيع